لنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والباحث السياسي هلال الدليمي. أهلا بكم سيدي. حياكم الله. عليكم السلام. أهلا ومرحبا. وجه ائتلاف المالكي تهديدا لحكومة عبد المهدي في حال تبعيتها لأي جهة سياسية، كيف تقرأ هذا التهديد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهدي قناة الرافدين وللشعب العراقي الصابر على هذا البلاء. حقيقة هذا التهديد وغيره حقيقة هو من ضمن الوضع السياسي القائم في العراق بعد الاحتلال، وهو لم يخرج من عباءة العباءة التي رسمها له المحتل في المحافظة الطائفية والعرقية والحزبية التي نهشت البلاد وأوصلته إلى هذا الحد، إلى الحد الذي أصبح شخص أمريكي يجلس في العراق أو في مكان آخر يحدد لنا من الذي سيدخل في البرلمان ويأخذ مبالغ من هذا وذاك حسب التسجيلات التي انتشرت في الفترة الأخيرة. وهو معروف بالضرورة أن حكومة الاحتلال هذه لن تختلف عن سابقاتها، بل هي كلما مر بها الزمن ستكون أضعف، لأن العملية الفساد التي وصلت إلى شراء المناصب بملايين الدولارات وآلاف الدولارات هذا لن تفضي إلى حل في العراق، بل على العكس ستزيد المأساة للشعب العراقي أكثر وأكثر. ونلاحظ من خلال التصريحات ومن خلال تشكيلة الحكومة ومن خلال التصرفات اليومية التي تنم عن عدم مصداقية فيما يقولون للشعب العراقي، وكأنهم يريدون أن يخدعوا هذا الشعب الذي عرفهم وخبرهم جيدا لأنها حكومة تكنوقراط وستكون هناك حكومة وفق التخصصات، وأتت النتائج لكي حقيقة تفضح كل هؤلاء وتفضح كل ادعاءاتهم وتفضح جيدهم. وربما من بين هذه النتائج دكتور هلال ما نشره موقع ميدل إيست البريطاني عن أن برهم صالح وعبد المهدي ومحمد الحلبوسي يعتمد جميعهم على مبدأ الانتهازية، ما مدى صحة ذلك في وفقا لهذا التقرير؟ كل شيء في هذه العملية السياسية يبنى على الانتهازية ويبنى على الحزبية ويبنى على أسس غير شريفة بكل ما تعني هذه الكلمة من مأساة ومن عمق، لأنه الكل يريد من المنصب بناء امبراطورية خاصة به كما علق أحد الأخوان، بحيث أصبحت الوزارات قاعيات وأصبحت الحكم العوائل، وكأنه ضيعة يمتلكها هؤلاء الناس لهم ولأقاربهم، والفساد المستشري هنا وهناك. لاحظي أنه كل من أتى إلى هذا إلى المنصب كم دفع؟ الذي يدفع 30 مليون أو مليون أو دينار أو 10 ماذا يريد من هذا المنصب؟ بكل تأكيد هذا الاستثمار في الفساد الإداري والأخلاقي الذي يعاني منه الشعب العراقي، وللأسف الشديد نلاحظ أن كل العالم صامت عن هذا الوضع المأساوي الذي يعيشه العراق وشعب العراق، ويدعم هذه العملية التي أصبح فسادها معلن. نعم. يعني الفساد عادة في كل دول العالم يوجد نسبة من الفساد، ولكن أن يكون الفساد معلنا من رأس الهرم إلى أصغر موظف وبشكل وقح وبشكل حقيقة أساء للشعب العراقي وأساء لسمعة هذا البلد القيم. نعم. علم الناس الحضارة والقراءة والكتابة والدستور، أول دستور في الكون كتبه حمورابي، لكن هل يعقل أنه حكومة تشكل بهذا الوضع وبهذه المأساة ويريد ويؤول عليه الشعب العراقي أن تقوم بعمل ما وهي 80% من الشعب العراقي رافضها وال 20% أتت بالتزوير؟ في هذا السياق دكتور كانت هناك تصريحات لإياد علاوي بأن العملية السياسية وصلت إلى طريق مسدود، كيف تقرأ هذا التصريح؟ العملية السياسية بدأت من طريق مسدود منذ البداية، لأن ما اعتمد عليه من اعتمد على الاحتلال وكان خادما للمحتل وأساء لسمعته سواء كان حزبيا أو سياسيا أو شيخ عشيرة أو أي سياسي آخر انتسب إلى طائفة الفساد هذه وانضم إلى قدر الفساد هذا كله، حقيقة يعني هي لم يكن أمامها طريق مفتوح، ما فتحته للفساد ولتمرير الاحتلال الأمريكي الإيراني للعراق وتركيز
عملية المحاصصة الطائفية والعرقية وتفتيت الشعب العراقي والاستهانة بكل مقدرات الشعب العراقي. الآن نسمع في التقرير في البصرة نسبة الأمية 60%، وشعب في شعب البصرة لا يستطيع أن يحصل على شربة على ماء نظيف، وهذا الحال يشمل كل العراق. المدن الغربية في المحافظات مدمرة بنسبة 60 إلى 70%، المناصب تباع بهذا الشكل العلني. فأي وين وصل العراق، وأي ماذا نريد حقيقة، وماذا يريد هذه الحكومة، وماذا نتأمل من حكومة بنيت على الفساد وتعتاش على الفساد وترتكز على هذا الأسلوب؟ لا يمكن أن تأتي بخير لهذا الشعب أبدا. شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث السياسي دكتور هلال الدليمي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان.